أهلا وسهلا بكم في قناة عالم الفن لأخبار الفن والفنانين. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. شاهدوا الفنان تيم حسن مع زوجته الإعلامية وفاء الكيلاني وأولاده، أصبح شابين بصحبة زوج طليقته الفنانة ديما بياع، ومعلومات مثيرة عنه. الفنان تيم حسن وزوجته الإعلامية وفاء الكيلاني ظهرا في الصورة الجديدة لهما على انستغرام وهما يستمتعان مع بعضهما في مكان ما لم يكشفا عنه. كما حرصت زوجته الإعلامية وفاء الكيلاني على نشر صورة تجمعها بزوجها الفنان تيم حسن على الانستغرام ليتم تبادل صورتيها بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي. وطلت الإعلامية وفاء الكيلاني في الصورتين دون مكياج، مما دفع الجمهور في التفاعل بقوة مع ملامحها من خلال التغزل بجمالها الناعم، حيث وجد الكثيرون أن شكلها يبدو مختلفا بعض الشيء، ليرجح أن السبب يعود لظهورها دون مكياج. وجاءت معظم التعليقات على الإعلامية وفاء الكيلاني حيث ظهرت دون مكياج، وأن شكلها بدون مساحيق تجميل أجمل كثيرا. ورغم أن الإعلامية وفاء الكيلاني معروفة بجمالها، لم يخلو الأمر من تلميح البعض إلى أنها خضعت لبعض التجميل مثل حقن وجنتيها بالفيلر مع تعديل أنفها. وقد أطلت طليقته الفنانة السورية ديما بياع مع زوجها المغربي أحمد الحلو وأولادها من الفنان تيم حسن في صورة عائلية بعدما كبروا وقد أصبحا شابين. شاهدوا الفنان تيم حسن مع أولاده من زوجته السابقة ديما بياع. وتيم حسن هو فنان سوري صاحب إطلالة ملفتة ومظهر أنيق، شارك في الكثير من الأعمال على مدى حوالي العقدين من الزمن. وأصبح الممثل السوري تيم حسن واحدا من أهم الممثلين الذين استطاعوا أن يضعوا بصمتهم على الشاشة، وذلك من خلال الأدوار التي يؤديها. وبسبب وسامته وأناقته لديه جمهور كبير من الإناث، وقد أطلق عليه لقب دنجوان العرب. ولد الفنان السوري تيم حسن في 17 من شهر فبراير لعام 76 في طرطوس بالشيخ بدر بسوريا، وعمره بحلول عام 2019 43 عام. شاهدوا الفنان تيم حسن وهو طفل. وانتقل الفنان السوري تيم حسن بعمر الرابعة أو الخامسة مع عائلته إلى دمشق، وقد كانت عائلته من طبقة متوسطة لا علاقة لها بالسينما والتمثيل، حيث يعمل والده مدرسا للغة الألمانية وتعمل والدته مدرسة للغة العربية، وأتم دراسته في دمشق. وعندما تقدم للالتحاق بقسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية لأول مرة تم رفضه، فتقدم مرة أخرى وكان رئيس لجنة القبول حينها هو الفنان جمال سليمان، فتم قبوله وتخرج عام 2001. وظهر لأول مرة على الشاشة في مسلسل الأطفال كان يا مكان، ثم اختار المخرج حاتم علي تيم حسن لتأدي الدور في مسلسل أزير سالم. شاهدوا الفنان تيم حسن وشقيقه. وفي عام 2002 تزوج الفنان السوري تيم حسن من الممثلة السورية ديما بياعة، وله منها ولدان هما ورد وفهد، لكنهما انفصلا عام 2012. ولم تنفصل الفنانة السورية ديما بياع عن زوجها السابق تيم حسن في هدوء، حيث اقترن انفصال الثنائي عام 2012 بفضيحة مدوية. والفنانة السورية ديما بياع لم تجد حرجا في الكشف عن تفاصيل خاصة جدا من حياتها الشخصية،
عندما اتهمت طليقها الفنان تيم حسن بخيانتها مع صديقتها الفنانة السورية نسرين طافش. وزواج الفنانة ديما من الفنان تيم استمر لمدة 10 سنوات وأثمر عن طفلين هما ورد وفهد، إلا أن العشرة لم تقف حاجزا أمام قرار ديما بالانفصال عن الفنان تيم حسن. لافتة إلى أن هذه الخيانة ذبحتها، لأن الفنانة السورية نسرين طافش كانت صديقة مقربة جدا لها ولأسرتها، بالإضافة إلى عملهما معا في مسلسل صبايا ل4 سنوات. شاهدوا الفنان تيم حسن مع أولاده فهد وورد. وحتى أن الفنانة السورية ديما بياع أعلنت ارتباطها بالمغربي أحمد الحلو بعد شهور على انفصالها من الفنان تيم حسن، واحتفلت بعقد قرانها عليه مارس عام 2014. وفي عام 2017 تزوج الفنان السوري تيم حسن من الإعلامية وفاء الكيلاني. زواجه من وفاء الكيلاني لم يمر مرور الكرام، لا بل أيضا أثار جدلا واسعا بين الجمهور، وخصوصا وأن علاقة الفنان تيم حسن وزوجته الإعلامية وفاء الكيلاني في بادي الأمر كانت سرية، وإعلانهما خبر الزواج كان كالقنبلة. والبعض يقول أن الفنان السوري تيم حسن وزوجته الإعلامية وفاء الكيلاني تعرفا على بعضهما منذ أن استضافته في إحدى حلقات برنامجها. وأما الإعلامية وفاء الكيلاني فسبق لها الزواج من اللبناني طوني ميخائيل عام 2008 أثناء عملهما معا في روما في شبكة قنوات ART. وتم الزواج مدنيا بقبرص وأنجبت منه ابنتها جودي، وفي عام 2011 أنجبت ابنها ريان. ولا يفضل الفنان السوري تيم حسن الظهور الإعلامي كثيرا، حيث أكد أنه يفضل أن تكون حياته الخاصة ملكا له، وذلك ليس على الصعيد العائلي فقط. وأيضا على الصعيد الفني، وتظل بذلك أخباره في نطاق التسريبات الممكنة أو التخمينات أو التوقعات. والفنان السوري تيم حسن لا يظهر كثيرا في البرامج التلفزيونية، ولقاءاته لا تتعدى المرة الواحدة في العام. وجميع أعمال الفنان السوري تيم حسن التي عملها خلال مسيرته الفنية لاقت إعجابا شديدا من الجميع وانتشارا وشهرة، وحتى الأعمال التي انتقدها البعض وتعرض لها عمل من أعماله ومنها مسلسل الهيبة، إلا أنه انتشر كثيرا وأصبح له شعبية كبيرة. ويشار إلى أن آخر أعمال الفنان السوري تيم حسن مسلسل الهيبة الحصاد الذي عرض ضمن الموسم الدرامي الرمضاني عام 2019، وشاركته البطولة الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور. وتحول تسريح شعره ولحيته في دور جبل الذي كان بالمسلسل موضة بين الشباب، وأصبح الشخصية شعبية شهيرة. والفنان السوري تيم حسن له دور لافتا جدا، وهذا بسبب تنوع أدواره وتنوع الشخصيات التي يقوم بتقمصها، فأدواره تختلف من أدوار اجتماعية إلى تاريخية. وأعماله التاريخية لاقت إعجابا شديدا من المشاهدين، وخصوصا عند تقمص دور الملك فاروق والذي تصدر مشاهدات في مصر عند نزوله. وأجاد أيضا الأدوار الشامية، وذلك عندما أحيا شخصية السيد الوراق، وكان بطولة الفنانة أمل عرفة. وبالرغم من أن الفنان السوري تيم حسن يعتذر عن الكثير من الأدوار السينمائية لعدم وجود قصة وفيلم مناسب، إلا أنه تألق في أدواره السينمائية، وكان ذلك واضح في الفيلمين السينمائيين في مصر، وهما فيلم ميكانو في عام 2019 وفيلم خطة بديلة في عام 2015. وبعد النجاح الكبير الذي حققه الممثل السوري تيم حسن في الهيبة العودة،
واحترافه بتأدية دور جبل، فاز كأفضل ممثل عالمي لعام 2018. وحصل الفنان تيم حسن على 3 مرات على جائزة أفضل ممثل عربي من مهرجان المونكس دور في أعوام 2015 و2016 و2017.